ده ما برنامج بلا رقيب هو برنامج شهير اه اللي كان ده ما بيقدم اربع على شاشة نيو تي في. 4 سنوات، وفعلا يعني كل اعلامي يعني يصل الى مرحلة يكون فيها بارز وناجح اكيد ما بيقدرش يستمر في هذا النجاح بدون دعم الإدارة، هذا الشيء معروف. وعندما يكون هناك اشكالات بين الثوابت والمبادئ اللي بتنادي بها الإدارة، اكيد البرنامج حيلاقي في تعثر امام استمراره. فموت الرئيس او استشهاد الرئيس رفيق الحريري عام 2005 جعل هناك افرازات عديده في الاعلام اللبناني، خلى كل يعني كل محطه إعلام تاخذ متبني وجهة نظر. وكل محطه نحن نعيش يعني عندنا 17 طائفه لبنانيه او مذهب او توجه او تيار سياسي يرافقه وسائل اعلام تدعم هذا التوجه. فمن الطبيعي انه انت مش مسموح انك ما تكون ضمن هذا السياق او ضمن التوجه المحطه اللي انت بتنتمي اليها. بالوقت اللي كان فيه تخبط كل أصابع الاتهامات متوجهة إلى سوريا، وكان في أيضا حملة أمريكية معدة وكأنه هذا الحدث معروف شو تداعياته، وتفاجأ أنه بالوقت اللي أنت قاعد مش متحضر لأي شيء بتلاقي وسائل الإعلام الغربية والأجنبية اللي هي معادية لكل ما هو عربي يعني بتمارس الموضوع باتهامات توكل إلى سوريا وما فيش حد وكله محايد إسرائيل من الموضوع. يعني دون ما في تحقيق، أنا ما أشوف التحقيق بيحصل، يعني ما في اتهام بيحصل بدون تحقيق، إنه فور وقوع الجريمة خلص حددوا من هو المتهم، من هو الفاعل، من هو القاتل، وطلع الحكم والمحكمة الدولية. وطلع الحكم قبل ما تتشكل المحكمة الدولية. فأنا بالطبع إنه المحطة دي محطة النيو تي في محطة مؤمنة بالكفاءات اللي عندها وبتدي هامش حرية كبير، فمن مبادرة مني عملت حلقة لقيت ردود فعل كثير سلبية ومهاجمة قوية من قبل باقي يعني ما هم يعارضون ما قاله الكاتب والصحفي الصحفي المحقق، لأنه الصحافة فيها نوع من التحقيق يعني مش بس الصحافة صحافة تنقل الاستقصائية. الخبر استقصائية. اسمه يورجن كولبل، هو ألماني، كتابه كان ممنوع من التداول، كان بيحكي ويتهم إسرائيل أو يشير، مش يتهم إنه بتجني أو تبلي، لا يشير بعض الدلائل إنه مش احتمال تورط إسرائيل في هذه القضية. فكانت هذه المعارضة الحلقة عفوا المعارضة كانت من مين؟ من داخل نيو تي في ولا من وسائل الإعلام لا الأخرى؟ هي ضغوطات، لأنه إحنا الإعلام هو يعيش في عالم متناقض بين إنك الحقيقة، إنك حرية إبداء الحقيقة، وبين هوى الإعلان والمال يعني. صحيح. فهو يتحكم بعنصرين اثنيناتهم ما بتناسبوش مع بعض. إزاي ممكن أنا أستمر ببرنامج عم يحكي الحقيقة بالوقت اللي فيه حيتان من المال تدفع في اتجاه إبراز يعني أو تشويه ما هو يحصل. فطبعا المحطة تعرضت لضغوطات مالية وحوربت جدا إنه من شركات الإعلان إنه هذا البرنامج جد جد بشأن هذه الحلقة، حلقة من من بعد تحدث عن إمكانية وجود إسرائيل هي القاتلة للرئيس الراحل الحريري. أسباب تركك لقناة نيو تي في هي الحلقة
بشأن الرئيس الراحل رفيق الحريري، مظبوط؟ لا مش هي دي، ما هي هو أصبح مثل المسيرة، وبرنامج أصبح تقيل قوي على المحطة، يعني بكبدها معاداة، لأنه أصبح لبنان في وقتها مفروز بين 8 أدار مثل ما أكيد بتعرفوا، 14 أدار، والمرحلة دي انتهت دلوقتي يعني. فأنا لم أرد أن أنحني أمام العاصفة، فكنت عايزة أخوض المعركة للنهاية، انطلقت ومش محطة ام بي ان بعدها، ندمانة. دي الاختيار اللي ام بي ان كان دليل مش على ندمانة زي بتقولي، مش ندمانة، مش ندمانة على تركك نيو تي في إلى الآن. طبعا لا، لأنه أولا مثل ما قلت لك ما بحب المساومات، بس بحترم رأي الإدارة، بس عندما لا تدخل المصلحة في ذلك، يعني طالما أنه أنا بتكلم بثوابت وإيش أنت حط لي أنت عايز إيه بمشي عليهم، بس إذا كانت متقاربة مع تفكيري موافقة، بس أنت كل أسبوع تغير ده صعب، خصوصا في لبنان ده ما بيحصلش، يعني الحالة اللي أنا عشتها أكيد لو كنت على أي محطة أخرى في أي بلد آخر ما بتحصلش، لأنه لبنان عم يغلي كان بوقتها تغيرات وهيدا ضد هيدا ومشاحنات وتحديات ونشر إشاعات ونشر أقاويل واتهامات وتهديدات وكل شيء متاح، كل شيء كان ربما مباح. انحيازك لطرف دون طرف في قضية الحريري وغيرها من القضايا، ربما من دفع المسؤولين في نيو تي في وغيرهم على أن يتجنبوا الخوض. يتجنبوا انه خلاص يا تروقي يا ما يعني ما فيش كلام، فاخترت انه انا لا بدي خوض المعركة للنهاية. بس اللي بقول لك عليه انه انا دفاعي ليش اتهمت بانه انا منحازه، علما انا يعني انا لا اتوخى الا الحياد والموضوعيه في اي طرح اطرحه، واذا كنت متابعه لبعض الحلقات فبشوف انه بالتأكيد في راي وراي الاخر، يعني حتى لو انا الشخص اللي بيكون ضيفي وهو وحي يعني شخص واحد من الصف الاول وبيكون شخصيه بارزه يعني بمستوى رئيس حكومه او وزير خارجيه، حتى لو انا بوافقه يمكن هو يكون قومي عربي زي ما انت بتقولي انت بتامن بالقومي العربي، يمكن يقول لا انا لما هو على الشاشه او انا بقوم بمهمه اعلاميه لازم اتايد بالمهام اللي موكله بي، انه انت يعني غلطت هون وصحح، يعني مش لازم الضيف اللي قدامك اذا كنت بتؤمن باللي بيقوله ولا ما بتؤمن، انت هون بتقوم بدورك كاعلامي محايد. الآن علاقتك بإيه؟ والله كويسة، يعني فيها احترام متبادل على أقل، أنه هو بيمنع أي حد ممكن يطلع ببرامجه يتكلم عني أو عن حلقاتي أو عن المشاكل اللي بقوم فيها، في احترام متبادل.